رجاء الناصر وإياس عياش ومهر الطحان، خليل معتوق، حسين عيسو، ناصر البندق، فراس العريضي، أنس مطر وفايق المير. خصوصية جلسة آريا اليوم هو تلازم المسار السياسي مع المسار المدني والحقوقي. كل الجهود التي بذلت من قبل المجتمع المدني وتحديداً روابط الضحايا اللي أنجزوا ميثاق عدالي وحقيقة وخرجوا بتوصية من أجل إنشاء آلية مستقلة خاصة بالمعتقلين وتتمتع بولاية دولية. وطبعاً نحن في المسار السياسي بذلنا الجهود من أجل عقد هذه الجلسة برعاية 10 دول ليتم تبنيها بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عطالة مجلس الأمن الدولي وتقييده بالفيتو الروسي، وهذا ما أكد عليه اليوم المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الذي قال صراحة أننا ندعم الحكومة السورية وهي الحكومة صمام أمان الاستقرار والأمن، وهذا ما يخالف جميع التقارير الدولية، وبالتالي نحن نريد أن هذه الآلية أن تختص فقط بمعرفة الحقيقة والكشف عن تفاصيل المخفيين قسراً ووصول اللجان الدولية المستقلة إلى داخل السجون السرية والعلنية من أجل الضغط الكامل للإفراج عن المعتقلين، وهو شرط يجب أن يكون غير مرتبط. وطبعاً النقطة الأساسية هي فصل ملف قضية المعتقلين عن المسار العسكري في الأسيتانا، وأيضاً أن يتم استئناف عملية السلام وألا تكون قضية المعتقلين مرتبطة بالمسار السياسي، لا بل متقدمة عليه كشرط ناجز من أجل بناء الثقة. بعد 11 سنة فقدنا الثقة كما تحدثت اليوم أنا وختمت البيان الذي أدليته في مجلس الأمن بأننا فقدنا ثقتنا في المجتمع الدولي، ولكننا لن نفقد الأمل وسنظل نعمل ونحاول في هذا الاتجاه لدعم جهود روابط الضحايا والمجتمع المدني.